بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، موضوعنا لهذا اليوم هو تحميل بعض الفلاتر من هذا الموقع الذي ترونه أمامكم. وفي هذا الموقع برنامج مهم جدا يجب أن يكون موجود عند الذين لديهم برنامج السوني فيغاس، لأنه في بعض الأحيان يكون هناك بعض الفلاتر تستطيع عبر هذا البرنامج أن تجعلها مباشرة ضمن فلاتر البرنامج، أي تذهب مباشرة عبر هذا البرنامج إلى المحتويات أو إلى فلاتر السوني فيغاس. هذا هو الموقع كما ترونه أحبائي. هنا شرح لطريقة تحميل هذه الفلاتر من هنا، وهنا يذكر الموقع بأنه يجب أولا تحميل البرنامج اللي هو سوني بريست مانجر. سوني بريست مانجر هو برنامج كما ذكرنا يجعلك تتجه مباشرة أو تضع به الفلتر المطلوب الذي يتم تحميله عبر بعض المواقع، فينتقل مباشرة إلى الأدوات أو إلى مكان الفلاتر الموجودة في البرنامج. لتحميل البرنامج طبعا أنا قمت برفع رابط البرنامج، قمت برفع البرنامج وسأضع لكم الرابط في الموضوع، ولمن يريد أن يحمل البرنامج من هنا كما ترون بالضغط هنا. وهنا بعض البرامج المهمة للسوني فيغاس ترونها، نت فريم وورك، وهنا سوني لوبس اند سيمبلز ريفرنس ليبراري النسخة الإنجليزية، هنا الكويك تايم، هنا الويندوز ميديا بلاير. البرنامج موضوعنا هو هذا كما ترون، بريست مانجر ويندوز 7 فيستا اكس بي او 2000، اي انه ملائم لجميع الاصدارات الموجودة للويندوز. بالضغط هنا على داونلود يبدأ بتحميل البرنامج. هنا لمن يريد ان يحمل دايركت اكس 9، هنا بعض البرامج المهمة كما ذكرت للسوني فيغاس. البرنامج موضوعنا هو هذا، بالضغط على داونلود يقوم بتحميل البرنامج، وهو ضروري للتحميل اذا اردتم تحميل الفلاتر التي هي موجودة هنا. لتحميل ملفات الفلاتر مضغوطة، اولا تضغط هنا فتقوم بتحميل الملف المضغوط، وهنا اي من هنا وهنا تقوم بتحميل الملفين المضغوطين. وايضا قد رفعت لكم الملفين على رابط الجولف اب الخليج للتحميل، تستطيعون تحميلها من الروابط التي ساضعها لكم في الموضوع، وتستطيعون تحميلها من هنا أيضا وهي مجانية. إضافة إلى هنا بعض الفلاتر الإضافية الخاصة بـ AAV Color Lab وهي ضمن البلوجين، وهنا أيضا فلاتر موجودة، وهذه الفلاتر التي هنا أيضا تستطيع إدراجها في البرنامج ضمن البرنامج المذكور الذي قمنا بتحميله في البداية وهو سوني بريست مانجر. الآن بعد أن قمنا مثلا بتحميل البرنامج الخاص والملفات المضغوطة التي هي هنا، نذهب إلى مكان وجود الملفات التي قمنا بتحميلها وهي هنا،
بعد فك الضغط عن الملفين المضغوطين كما ترون ينتج هذين النموذجين اللذين أمامكم الآن ترونهما. بمجرد الضغط على أي واحد منهم بالضغط مرتين ستشاهد أن البرنامج الذي قمنا بتحميله وهو البريست مانجر قد أصبح لدينا هنا. كيف نجعل هذه الفلاتر هنا أو هنا ضمن البرنامج؟ مثلا نقوم بسحب هذه الفلاتر إلى هنا، وبالإمكان الآن ترى علامة الزائد أصبح هنا لدينا الملف هنا. تستطيع من هنا من الفتح الملف تستطيع أيضا أن تجلب الملفين ها هما، وتستطيع سحبهما عن طريق السحب أو الكوبي باست. لدينا الآن هذا الملف ويحتوي على هذه الفلاتر كما ترونها، وهي 7 فلاتر. نقوم أيضا بإدراج الملف الآخر لنرى مثلا عن طريق Open أصبح لدينا الملف الآخر. نقوم طبعا بنقلهم ملف ملف. هذا الملف إذا قمنا هنا ترى Copy to File، هذا الملف الآن هو قد أصبح لدينا لا داعي له، فقط نضغط هنا Copy to System أي نريد أن نضع هذه الفلاتر في السيستم. بالضغط هنا أصبح الملف هنا، لاحظ الآن هو انتقل إلى برنامج السوني فيغاس ومكانه أصبح بين الفلاتر موجود. وحين نريد أن نضيف هذا الملف، هذا الملف الآخر أيضا، نضغط هنا ونضغط على هذا السهم Copy to System، أصبح لدينا الآن كما تشاهدون الملفات أو الفلاتر جميعها، وهي الآن موجودة في السيستم، تم نقلها إلى السيستم. هذا هو طريقة أو ها هي طريقة استخدام البرنامج لنقل الفلاتر من هنا إلى هنا عبر هذا السهم. وهذه المساحة هي الخاصة أو التي تدل على أن هذه الفلاتر أصبحت داخل السيستم أو داخل البرنامج. أعزائي، هذا هو برنامج السوني فيغاس. يسأل أحدهم كيف وأين أجد الفلاتر؟ الفلاتر كما تشاهدون هنا، كما تشاهد من هنا وهنا من السوني كما تشاهدون حزم الفلاتر موجودة، فلاتر المعنية هنا. وتستطيع التعديل على الفلاتر التي تريدها كما تشاء على المشهد من هذه الفلاتر هنا، فلاتر FX الفلاتر الموجودة أصلا، ومن هنا سوني. نذهب إلى الحزم، حزم الفلاتر، فنجد الفلاتر التي قمنا بإدخالها موجودة ونستطيع استخدامها. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم أعزائي، وإلى لقاء آخر في درس آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.